النهارده هعمل لكم بيف كاري، وهعمل ثلاث انواع من البيف كاري. هعمل بيف كاري احمر، بيف كاري اخضر، وبيف كاري اصفر. اوكي، طب نحط البيز الاول، نشوف ايه البيز بتاع الحدوته دي. هعمل ايه يعني؟ اوكي، هاخد بصل وتوم، وهاخد مستكه وحبهان، وهاخد جوزه الطيب، وهاخد قرفه، وهاخد قرنفل، وشويه ايه وورق لور. هنعمل البيز الاول، ومع الكلام ده احط ايه شويه زيت. ماشي، يلا بينا نحط الزيت. تعالى لي بقى، لالي ومعايا عصير ليمون صحيح، وطبعا لبن جوز هند. نسخن الكلام ده. حلو، تمام، خلاص يا عم. نملح نملح ولا يهمنا، ده البيز ها بنقول يعني، مش كده؟ اوكي، وادي التوم، وادي اللور رولو، وادي القرنفل كفايه، وادي مستكاتات، وادي شويه ايه مثلا اربعه كفايه. كفايه، وادي جوزة الطيب، وادي شويه قرفه حبيبي، وادي تقليبه. تقليباتي تقليباتي تقليباتي. طيب هنقوم عامل ايه بقى؟ مقسم الحدوته دي على ثلاثه. يلا خلي بالك، تاخد معاها برضو لور، تاخد معاها كرنفولات، تاخد معاها يا حبيبي اهو حبهان. ادي واحده، وادي الثانيه، في وادي التالتة. تعالى اهو. اوكي يلا تعالوا بقى ايه. اوكي نحط دي هنا، نجيب دي اوبا ليسا هنا، ونحط اللحم. واحد واحد يا زباين، شوية زيت. أين الزيت؟ هذا هو الزيت. يلا عيش حياتك. هنا هنحط مثلا مثلا احنا قلنا ايه؟ ودي التالتة، لأن كل ده ايه؟ مش هيأثر مع بعض في حاجة، اوكي؟ شوح اللحم عادي، وبعدين هقسم كل لحمة شوية يخشوا مع شوية كاري. هاجي بقى هنا احط بابريكا وكاري احمر. اوكي، وهنا احط كزبره خضراء وكاري اخضر، وهنا هحط كركم وكاري اصفر. اوكي، ونقلب. هنا في معلقة ونحمر ده كويس مع بعضه. شوية زيت بقى، ده شوية زيت، ده شوية زيت، ده شوية زيت. اوكي، ونقلب.
اوكي. وبعدين حط شويه عصير ليمون. شويه عصير ليمون. شويه عصير ليمون. اوكي. وبعدين لبن جوز هند. لبن جوز هند. لبن جوز هند. اوكي. ونقلب. نقلب. اوكي. ونقلب. ونقلب. ونسيب الدنيا دي ايه تعيش مع بعضها. حط بقى شويه لحمه في كل واحد كده. هجيبك هتفهم مني فين. ولع بقى ايه وطي النار خالص 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 كذلك. وانت كمان وطي النار خالص خالص. يلا بينا. ها هنعمل ايه بقى؟ ناخد كده. تعالى لي لالي انت بقى. مين لي لحمه بقى مش كده ولا ايه؟ اهو بالراحه. لحمه يا ابني لحمه لحمه لحمه. وانت بقى يلا يا اخضر. يلا يا احمر. حاضر كله هينضف.